مصر قالت كلمتها امبارح، الشعب اختار السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لولاية جديدة في انتخابات هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة في تاريخ الدولة المصرية، بنسبة وصلت إلى 66.8%. حصل السيد الرئيس على 39 مليون صوت انتخابي بنسبة 89.6%. بمجرد إعلان النتيجة الناس خرجت في الميادين وفي الشوارع بتحتفل بفوز سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنصيبه رئيس لمصر لولاية جديدة. شفنا امبارح مسيرات لعدد من القوى السياسية في المحافظات في جنوب وشمال سيناء، الفيوم، اسكندرية، القاهرة، الجيزة، الغربية، السويس، بورسعيد، يعني نقدر نقول في مختلف المحافظات كان في احتفالات كبيرة وحشد في مختلف الميادين في مشهد بيعبر عن فرحة الناس بنتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر. الأعلام المصرية كانت البطل في مشهد امبارح، هتافات المصريين تحيا مصر في كل مكان وفي كل محافظة كانت حاضرة بقوة في المشهد، اللي بيعكس ثقة المصريين في القيادة السياسية وقدرة هذه القيادة السياسية على التعامل مع كل الملفات والتحديات الداخلية والإقليمية. في عدد كبير كمان من وسائل الإعلام الدولية والأجنبية والصحف علقت على مشهد امبارح وقالت إن الرئيس السيسي بيقدم نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة، خصوصا أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق الاستقرار في ظل الخريطة الجيوسياسية المضطربة في الشرق الأوسط. دي حاجة احنا شفناها ولمسناها كلنا في الفترة اللي فاتت، وشفنا كمان امبارح زعماء وقادة وملوك الدول العربية والأجنبية وهم بيبعثوا ببرقيات تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وهم بيعربوا عن إعزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصهم على الدفع بها لآفاق أرحب.